للحديث عن واقع الحريات الصحفية وحرية التعبير والتظاهر في العراق انضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الصحفي والكاتب السياسي عادل الجبوري. أستاذ عادل، مرحبا بكم. بداية، لماذا تريد الحكومة في بغداد إعادة طرح مشروعي قانوني حرية التعبير والتجمع السلمي على مجلس النواب؟ يعني ماذا يمثل لكم هذا الإجراء أستاذ عادل؟ عليك وعلى مشاهدي قناة أبواب الدين الفضائية. الحقيقة الحكومة العميدة بعد 2003 لحد الآن تعمل على تكريم أفواه الصحفيين والكتاب والفنانين في شتى محاولات لمنعهم من أي نقد يوجه إلى هذه الحكومة، لأن الحكومة عاجزة عن تقديم أي شيء إلى الشعب. يعني اليوم الشعب يحتاج إلى الكهرباء ويحتاج إلى الماء ويحتاج إلى الصحة وإلى التعليم، كل هذه هي غير متوفرة في العراق اليوم، بس متوفر الفساد وسرقة المال العام وسرقة القرن وغيرها يومية. تظهر أن مئات السرقات التي تكشف من قبل هيئة النزاهة أو غير الهيئة، واللي ما نسمع بها يعني الرأي العام، ولحد الآن ما نعرف ماذا تم إعادة أموال الدولة المسروقة، والسارق يتمتع بالحرية خارج العراق ويتمتع بأموال العراق. يوميا طالع لنا واحد طايق مليارين وكذا، وكن مليارات والشعب ميت من الجوع. لذلك تسعى الحكومة العراقية أن تمنع أي نقد يوجه إلها عن طريق الإعلام أو الطريق. لذلك تقوم بالقوات الأمنية بتكسير الكاميرات الصحفيين او اعتقال الصحفي بالكتب. يعني انا يوم 26 اخر يوم محكمه لان انتقدت جهاز معين، صار لي سنه انا اروح وارجع الى المحاكم في محكمه جناح الكرخ، وهذا اللي يصير انه محال على الماده 433، وما يسمحون ان ننتقد. لذلك رؤساء تحرير الجرائد الصحف اليوم يخافون ينشرون اي مقاله بها نقد للدوله، يخاف لا تحترق جريدته. يعني هو يقول اخاف يجون يحرقوا لي اياها لانه صدر نقد. الى هذه مو حريه ولا حريه. لذلك تسعى الحكومه الى ان تمنع النقد لها لانها عاجزه وفاشله ولا تقدم هذا المجتمع. طيب استاذ عادل، استاذ عادل، هناك اعتراض على مشروعي القانوني الجديدين، ولكن لو سألنا عن التوقيت، لماذا في هذا التوقيت تحديدا؟ يعني ما سبب في ذلك؟ يعني هذا التوقيت تحديدا لانه وجود انتخابات مجالس المحافظات في شهر 11، ويخافون الاحزاب العميله همين رشحت وتاخذ المحافظات لها، لانه هاي مشروع جديد للسرقه. فوجود اي عمل نقد الى حيخسر الانتخابات او حيفشل الانتخابات اللي محتمل تراقبها الامم المتحده. واليوم بلسخر في تقريرها تقول وضع الحريات في العراق امر مقلق. يعني اليوم العراق حصل على المرتبه 172 من 180 دوله في الحريات الصحفيه. يعني هذا مؤشر خطير يقوم به يكون في العراق، يعني انه العراق ما في حريه صحافه، بينما الدستور العراقي بأسنه هم انه في حريات ضمان الحريات كافه. لذلك نشوف يعني اليوم القرارات اللي صدروها الدوله هي قرارات ضد الحريه، مثلا من ضمنها الحريات الشخصيه. اليوم تطلع لنا في وزاره الداخليه القاء القبض على فنانين، والله دول عندهم مستوى هابط. طيب القي القبض على الشراق اللي يبوقون المال العام، الفنان شلك ميته، ومنع استيراد الخمور. يعني هاي حريه شخصيه. طيب حريه شخصيه. طيب استاذ عادل، لنأتي على تصريح لمنظمة العفو الدولية، تحدثت في هذا التصريح عن تجاهل السلطات لتضحيات ثوار تشرين عبر هذين القانونين. هناك كما تعرفون هناك زيادة في حدة الملاحقات القضائية سواء كان للنشطاء أو الصحفيين. هل هذا يشير لعملية انتقام وتضييق ضد هذه الشرائح أستاذ عادل؟ هو انتقام وتضييق وخوف وترهيب الى الصحفي. يعني انا اليوم من صار مرتين احال الى محكمه
الجنح بتهمة النشر على 433. نعم. الدكتور قصي شفيق لأنه ينتقد الدولة عليه 40 دعوة لحد الآن. نعم. حيدر الحمداني انتقد تصرف، يعني انتقد العمل في المحافظة البصرة، أقيمت عليه عدة دعاوي. فنشوف هذا كله تترهيب، يعني اليوم من إقامة الدعاوي ومع الأسف القضاء يقول أنه نحن ندعم حرية الصحافة. السيد فايق زيدان في آخر تصريح له قبل يومين، نحن ندعم حرية الإعلام وحرية النشر، لكن بعض الأخوة القضاة يحيلون الصحفي رأسا، يشتغلون عليه أمر قبض، وهذا مخالف لتوجيهات رئيس مجلس الخبراء هذا، ومخالف لحرية النشر والإعلام، لأنه اليوم المادة 38 ضمنت حق دستوريا حق النشر والإعلان إلى الصحفي. لكن نشوف التطبيق في من البعض مع الأسف الشديد بعلاقات أو ضغوط من الأحزاب السياسية أنه يأثرون على الصحفي ويرهبوه ويخوفوه خوفا لأنه وجود انتخابات في شهر 11، وهذا يعني عزوف المواطن على الانتخابات اللي حصير، وهذا مو صالحهم، لأنه إذا راقبت الأمم المتحدة هذه الانتخابات وكانت نسبة المشاركة غير متكاملة وغير مجدية، احتمال تعتبر انتخابات فاشلة. ولذلك يعني نشوف أنه اليوم التضييق على الصحفي حتى لا يطلع، وخوفا من ثوار تشرين لا زالت الثورة مستمرة لحد الآن، ولم تسكت الثورة، لأنه ما يحدث في العراق هو احتلال سافر من قبل الجارة اللعينة. من بغداد الصحفي والكاتب السياسي عادل الجبوري، شكرا جزيلا لكم.